بالنسبة للقطاع أنا واحد الظاهرة غريبة هاد الشهرين الأخيرة، ألا وهي حركات سخينية للانتخابات أو للحملة الانتخابية المسبوقة لوقتها، يعني الحمى القلاعية الانتخابية، بمعنى أن هناك حزب طرح المسألة أمام البرلمان أو حزبين، وهناك حزب ثالث يقول صاحبه على أنه لابد من تسوية وضعية الشغيلة. فلنحدد المفاهيم، من هم الشغيلة؟ إذا كنت تتكلم عن الشغيلة في إطار الحمام فالشغيلة ملزم صاحب الحمام بتسوية وضعيتها، أما المتعاونين فلا تربطهم علاقة مأجور بأجير، وهناك مجموعة من الاجتهادات القضائية للمجلس الأعلى أو محكمة النقد في هذا الصدد. السؤال المطروح هو أن السيد الرميد بان قناعته على معطيات إذ لم أقول أنها خاطئة، والأسف الشديد وأنك تجي من رجل القانون الذي يبني قناعته على الإثبات وليس على الادعاء، حيث يقول بتصريح صريح على أن الحمام وكر للأوبئة والفيروسات، علميا وفقهيا وشرعا أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجان، والأوبئة والفيروسات نوعان حسب المنحة الطبي والشرعي التي نقومها على علاقتها بالحرارة، طالما أن الأمر يتعلق بالحمام، فالفيروسات التي تحتمل درجة الحرارة هي التي تتواجد بالحمام، وما دونها لا يتواجد بالحمام، في حين على أن الحمام ينظف بالماء البارد به وعليه، على أن حتى الميكروبات وحتى الأوبئة التي لا تتحمل درجة البرودة المنخفضة يتم التخلص منها. ولقد أجبنا على هذا الموضوع سابقا أمام أحد مندوبي وزارة الصحة باجتماع سابق بوكالة الحوض المائي على أن الحمام يعتبر شبه معقم. وسيد الوزير لعظيم اليقين وأنه استأنس بما جاء في أحد البرامج على إحدى القنوات الوطنية لإخواننا أصدقاء البيئة الذين لا تمتهم علاقة لا بالبيئة ولا بما شابه ذلك، حيث تكلموا على مشكل الحطب، في حين أن التصريحات الرسمية ديال وزارة المياه أو المندوبية السامية للمياه والغابات تقول على أن الحمام لا يستهلك الحطب، وإنما يستهلك متبقيات الغابة أو نفايات الغابة بما فيها الجذور المتبقية فيها في 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 عمق الأرض، بالإضافة إلى ما تم تساقطه والاستغناء عليه من الجهة الموجه إليها الحطب بالدرجة الأولى، ألا وهي صناعة النجارة. بالنسبة للتصريح ديال السيد الوزير لبناء على الادعاء، وهذا يعتبر مجانبة للصواب بلغة القانون، حيث أن القوانين وأن التصريحات تلزم أصحابها ويجب أن يعتمد على معطيات ثابتة وليس على ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، أناشد السيد الوزير أن أناشد فيه الإنسان قبل أن أنشد فيه المسؤول. إذا كان السيد الرميد على اعتباره وزيرا لحقوق الإنسان، فصاحب الحمام له مجموعة من الحقوق على اعتباره لا يمكن أن نجزئ التركيبة لقطاع الحمامات من شغيلة وأرباب حمامات ومتعاونين. ربما كلمة متعاونين قد تبدو إلى بعض الإخوة غريبة على المسامع ديالهم، طالما أن الشغيلة هم الذين تربطهم علاقة الأجير بالمأجور في فضاء الحمام، ونقصد به يعني العامل ديال الفرناتشي والسيد اللي كيكون مسؤول على المستودع، في حين أن المتعاونين هناك نقصد بهم المدلكين والمدلكات اللي ما كتربطناش بهم علاقة ديال أجير ومأجور، حيث أنهم يتقاضون مقابل عملهم مباشرة من الزبون. فيما يتعلق بالتنزيل، وهنا هذا هو بيت القصيد من الجواب ديالي اليوم، أن السدة العالية بالله جلالة الملك المنصور بالله أنه عمل على تنزيل مجموعة من المشاريع، ونقصد المشروع الأول اللي هو الجهوية الموسعة المتقدمة الموسعة، حيث أننا وللأسف الشديد نتيجة الإغلاق رسلنا كل من الجهات المحلية من عمالات وولاية وسلطات محلية، لكن دائما كنا نصطدم على أن القرارات تؤخذ على مستوى المركز وليس على المستوى المحلي، في حين أن الدور ديال السلطة هو تعمل على تنزيل هذا المشروع الملكي. وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي، كل تحت درع أنه قرار حكومي. وأتساءل بمناسبة السيد رئيس الحكومة،
كيف له أن يعلن قرارات في حين أنه عمل على إنشاء لجنة اليقظة والمتكونة من السادة مسؤولين على وزارة الصحة وعلى وزارة الداخلية وعلى وزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية؟ يعني أن المرجعية ترجع عودة إلى السيد السادة المنادي وحصل عقاليم. يعني ارتفاع وانخفاض الحالة الوبائية هو المقياس الذي يمكن الأخذ به أن نفتح أو نغلق جهة من الجهات. لكن سبحان الله العلي العظيم أن لجنة اليقظة نسمع بها ولا نرى أثرا لعملها لا محليا ولا وطنيا، باستثناء أن لغة الإغلاق هي لغة ديال الحكومة وفقط. ولكي لا نطيل على مسامعكم، فإن صاحب الحمام لم يطالب يوما بتعويض منذ بداية الجائحة لمدة 11 شهر، بل طالب بمجموعة من التيسير والتسهيل فيما يتعلق بالأداء ديال المستحقات والمتأخرات التي أثقلت كاهل صاحب الحمام. وهنا غادي نهضروا عن الإعفاء، الإعفاء الضريبي فيما يتعلق بسنة 2020 طالما أنها كانت سنة عطالة، والتيسير فيما يتعلق بالمترتب ما دون ذلك يعني 2019. ما عانه القطاع هو أن هناك مجموعة من الأحزاب التي عملت على استغلال هذه الورقة، وذلك من أجل استقطابات خصوصا أمام الارتجالية والعشوائية في التسيير والتعامل مع الجائحة. هناك مشروع المقاول الذاتي، ولقد عملت جمعيتنا من خلال مقرها هذا وعلى اعتبارنا أننا رئيسا للجنة الوطنية لأرباب الحمامات بالمغرب عملنا على تعميم هذا المشروع الملكي ألا وهو المقاول الذاتي. والمقاول الذاتي تم توقيع شراكة مع أحد الأبناك ولا داعي للتشهير بها من أجل القيام بهذا الموضوع، ولا يمكننا إلا أن نشد بكل حرارة على يد هؤلاء الناس. المسألة ديال متى سوف يتم فتح الحمام؟ الإشكال المطروح، هل كورونا توجد بالحمام؟ الكورونا لم تثبت أي حالة في الحمام طيلة الأشهر التي تم استئناف العمل بها، في حين أننا نتحدث بين قوسين سيد الوزير مرة ثانية على الفضاء المغلق، علما أن الفضاءات المغلقة وإذا صح التعبير فهي وسائل النقل من ترومواي وأوتوبيس وأسواق القرب والأسواق النموذجية، وهي قاعات الإنعاش، قاعات الإنعاش طالما أن ليست هناك قاعة إنعاش منفردة لكل مريض، وهذا ما أصاب مجموعة من الأطباء رحمهم الله، ولا يمكننا إلا أن نترحم عليهم لكونهم أصيبوا بالوباء اللعين داخل هذه القاعات المشتركة، حيث أن يكون هناك مريض حديث الإصابة مع مريض في المرحلة الأخيرة من التخلص من تبعيات هذا الوباء. سيدي الوزير، أناشدك من مربري هذا أن تتفاعل بغض النظر عن كل ما هو سياسي وبغض النظر عن ما كله هو ما يدعو إلى المصلحة بوطنية وبمغربية، بوطنية ومغربية، على أن المواطن المغربي أصبح في حالة حرجة. هناك بعض العائلات المركبة التي لا تعيش ثلاث أسر وأربع بمرحاض مشترك، فكيف لهم أن يستفيدوا من الحق في الاستحمام؟ وبالمناسبة راه حق من الحقوق تابع إلى وزارتكم المحترمة اللي هي وزارة حقوق الإنسان، والحق في العمل راه حق إنساني. صاحب الحمام والشغيلة يطالبون بفتح الحمام ولا يطالبون بالتعويض، أنتم من أثرتم التعويض، والتعويض أنتم تثيرونه في هذه المرحلة لأهداف في نفسي يعقوب.